بخير بخير والله. ايه احمد النعاس الناطق الاعلامي باسم نادي القادسيه. نادي القادسيه الرياضي هو واحد انديه مدينه بنوليد، واحد اعرق الانديه داخل المدينه، وشيخ الانديه الوليديه، واللي تاسس في العام 1969. شهد النادي خلال المده الماضيه اعمال تطوير وبناء كبيره في اطار الخطه الكبيره التي وضعتها اداره النادي لتطوير البنيه. شهدت الاعمال البناء وتطوير اعاده الحياه لملاعب كره القدم الخماسيه، كذلك تم بناء ملعب العشب الطبيعي، كذلك تم بناء ملعب بالعشب الصناعي. الشكر كل الشكر للسيد محمد هيثم وكيل وزاره الصحه، كذلك للدكتور بشير القنطري الذي تراس هيئه شباب الرياضه فكان لها الدور الكبير داخل النادي. الحمد لله يعني ما زالت اعمال التطوير والبناء، وسجلت النادي القادسيه خلال المده القريبه طفره كبيره في بنيته التحتيه. كذلك الشكر موصول للسيد عميد بلديه بن وليد الاستاذ سالم الورع ليوان، والذي كان ساند للانديه الرياضيه داخل المدينه. مثلا انا يتمرن واحد الرياضيين والله يبدا عادي، شو المشكله؟